طيب الكابتن علي ماهر معاك كل الصلاحيات، سواء من اختيار لاعبين زي ما حصل من لائحة، سواء على مستوى المكافآت أو العقوبات. ده كان الكلام اللي اتعرف في وقت من الأوقات، فهل ده منحته للكابتن علي ماهر فعلا؟ طبعا كابتن علي هو الاداره الفنيه لها كل الصلاحيات فيها، تمام. يعني هو المدير الفني اللي هو عنده كل الصلاحيات من الاداره، والاداره بتتعاون معاه وفي متابعه من الاداره ومشرفين من الاداره، وبالتالي هذا الملف يعني مع مستر كامل بنفسه مفهوم. في هذا الامر. دفع قد ايه من جيبه لحد دلوقتي يا استاذ كامل؟ والله احنا يعني مش عاوز اتكلم في الارقام، يعني ما بنحبش نتكلم فيها كتير، لكن الارقام كبيره جدا. في خلال سنه، احنا بقى لنا سنه مجلس مظبوط. اداره، يعني هتلاقي في شوف الارقام الكبيره دي، لو جيت تبص على اللاعبين والتعاقدات هتلاقي مثلا من ضمنها مش اقل من 40% منها انتقالات واقامات وفنادق وايجار ملاعب. ايوه النادي المصري ده، وده بقى انا بقى اتمنى من اتحاد الكوره، يعني انتوا ناس كويسين جدا، بتطالبوا بحقوقكم، بتقفلوا السيستم على الناس عشان يدفعوا المديونيه اللي عليهم، بتعملوا ده حقكم، لكن برضو ما هو حقي انا. من ضمن الحاجات مثلا في شكوى في فيوتشر من بلا من الموسم اللي فات في احمد رفعت، لنا 8 مليون جنيه لسه ليكم؟ طبعا ما خدتوهاش ما لغايه خدناش دلوقتي؟ لحد دلوقتي. فزي ما بتدور على حقوقك اديني حقي، يعني الجا لمين؟ اتحاد الكوره المصري ولا الجا لاتحاد اخر؟ ايوه اتحاد الكره المصري. فانتوا ما بتاخدوش اي اجراء، اللجان غير مفعله في هذا الامر. تقدمنا قررنا الشكوى في مالك جديد في نادي فيوتشر، مظبوط. تواصل معنا علينا نحل الامر، وفجاه انكر هذا الامر. انكر قال لك لا، ده عندي المجموعه الاداره اللي القديمه قبلينا. اللي قبلنا، وكاننا لسنا في نظام. مش في ورق موجود؟ ما هو الورق معانا خلاص وقدمتوا والعقد. شكوى. طبعا ده مش شكوى، ده احنا قدمنا شكوات اكتر من شكوى قبل كده، وخاطبنا النادي وخاطبنا الاتحاد ده وده بنفس الموضوع، مش اقل من 10 مرات. ايوه ومن المجلس السابق برضو قدموا نفس الكلام. تمام. لم ترتقي حتى لمجرد ان في الاتحاد تنعقد مجرد تسويه لهذا ايه الامر. تفسيرك؟ تفسير الناس ما بتقومش بشغلها، الناس ما بتقومش الناس ما بتقومش بشغلها. بشغلها. انتوا تفسيري مديونيتكم قد ايه تفسيري للاتحاد؟ مين؟ ليكم فلوس لا او انا ما الاتحاد عنديش، ليه لا فلوس احنا قد ايه عنده؟ كنا على فكره عندهم، ومستر كامل، وكان في النادي كان في رجب موجود نائب رئيس النادي، واللي هو ياسر سالم، وكانوا موجودين هناك في بالنسبه للتسويه، وما تم الاتفاق على النادي المصري ملتزم جدا. ناقص قد ايه فلوس للاتحاد المفروض يدفعها مستحقه المصري؟ لا اصل دي حاجات قديمه مش من مفهوم. دلوقتي. انا عارف انا عارف. على فكره اغلبيه موضوع الاتحاد ده بيتم تسويته بشكل تاخد جزء منها وبتمشي الامور. ومقصة احيانا. ومقصه، وده حصل مع النادي المصري. ايوه التفصيله يعني انا مش عاوز ادخل في مفهوم. تفصيلات في هذا الامر. تمام انما النادي المصري ده من احسن الناس سدادا تمام للمديونيه. وهتعملوا ايه في ال 8 مليون؟ هتاخدوها في الاخر لا ولا مش طبعا، ما هتاخدوها؟ لا ما ان شاء الله هناخدها باذن الله. ليه انا؟ هو المفترض ان النادي موجود، احنا مقدمين شكوى، ايوه ما دفعش توقف له قيد، تاخد اجراءاتك. اول شكوى كانت في شهر كام؟ لا ده من فتره، بتقول من المجلس اللي من المجلس قبليكم اللي كمان. قبلنا من اكتر من سنه. ليه؟ وقدمتوا العديد من الشكاوى طبعا، ولم يتم وخاطبنا الرد. واتكلمنا مع القائمين على نادي فيوتشر قبل كده، تمام. وبعدين النهارده حصل تواصل مع المالك الجديد او المستحوذ الجديد دكتور على وليد النادي، دعبس. دكتور وليد. ايوه برضو في النهايه اخر حاجه كنا متخيلين ان هم هيقولوا بقى تعال نجدول الفلوس او ندفع جزء وبعدين اخر جزء، لا قالوا لا ده الموضوع طلع ايه في عن اللي الناس. قبلينا مش احنا. لا ده احنا مش في لا لا احنا لا في لا, لا, في لا في كره قدم ولا في دوري ما هو مصري، غيروا اسم النادي، خلي بالك بقى ولو نادي تاني. سميته حتى كلاوة لمبور ما هناخد الفلوس، هناخد الفلوس مودرن كوالا والله. لو لامبور مع سميته حسب ايه؟ فلوس تسمية عندك حضرتك. وهتجيبها. هناخدهم هناخدهم. لا دي حقوق، كفايه ادونا طبعا اللاعب، مش يعني مختلف مش عاوزين، ابدا، الحق كنت حق ادونا يعني. اللاعب، يعني كنت دخلتوه في تسويه. على هل فكره سالته او ده عرضته؟ على فكره كمان، عرضته يعني فكره استعاده رفعت؟ ليه؟ احنا كنا دخلنا معاهم في صفقات، يعني عندهم لاعبين احنا كنا محتاجينهم. كابتن علي ماهر طلبهم عمر بالاسم. كمال عبد الواحد طبعا، وغنام. وغنام مظبوط. رفضوا. ليه رفضوا؟ انت خايفين من التسويه؟ اقول لك انا رفضوا ليه؟ ليه؟ علشان عرفوا ان الكابتن علي ماهر بيتواصل مع اللاعبين دون علم اداره النادي. لا ما اعتقدش هي ديت. لا ليه؟
كابتن علي اكيد مدير لاعبين موجودين معاه. هو اللاعب لما المدرب هو بصراحه بما اننا بنتكلم في الحق ما ينفعش ما ينفعش اللي هو ان ما ينفعش ان حد انا ما عنديش معلومه ان هو تواصل لا بالعكس اللاعب مرتبط بعقد التواصل مع اللاعبين كان من عندنا احنا ومع النادي مع النادي وعلى فكره كل لاعب عنده وكيل مش بص أيوة فكره وكيل. السريه وفكره ان ما حدش عارف والفكره ديت ده كلام متاح للجميع أيوة. الوكلاء بياخد اللاعب بتاعه والنهارده بيدخل اثنين وثلاثه وكلاء في اللاعب بيدخلوا شراكه في لاعب واحد وده يجيب قصه النهارده بقى شغاله بالشكل طب رفضوا ليه ان هم يسيبوا غنام وعمر حقه اي ايه مبررهم في الرفض طبعا حقه اسالهم الرد اللي اقوله لحضرتك يعني بسال حضرتك اسالهم هم ما بيسالنيش مش حابب تقول لا ما احنا ما عندناش مبرر هم رفضوا يعني ما وصلش يعني مراحل لجديه التفاوض بتقول رميت كده جمله ان ممكن يكونوا مش عايزين يبقى في تسويه يعني مثلا تتفقوا على 20 مليون في الاثنين فتقول لهم طب يبقى انتوا كده ليكم 12 تروح دافع 12 وفي 8 بتعرفوا على ممكن وده كان هيحصل ده كان هيحصل اصلا لو كان تم الاتفاق يعني بس ما حصلش هيدفعوا برضه مش مشكله ناخدهم جرام لعيب ناخدها احنا جبنا احتياجاتنا الحمد لله لعيبه كويسه معانا تمام احتياجاتكم كامله طيب سياده